السلام عليكم ورحمة الله. إذا بداية تحية لجميع الأساتذة والأستاذات، المزيد من الصمود إن شاء الله تعالى حتى تحقيق جميع المطالب. إذا في البداية نود أن نشير إلى أن المطلب ديال خارج السلم كان واضح، المطلب ديال السادة الأساتذة هو خارج السلم بالأثرين الإداري والمادي بناء على الاتفاق ديال 2011، ولكن شفنا مجموعة من الأساتذة كيتسائلوا على تأثير ديال يعني الأثر الإداري ابتداء من 2021 على يعني خارج السلم. لذلك درت واحد البحث صغير جدا ونلخصه في هذا الجول. هذا إذا خارج السلم فيه طبعا أثرين، الأثر الإداري والأثر المالي. إذا هذا المعطى اللي أعطته يعني الحكومة للنقابات في الاتفاق ديال 26 جنبير هو كالتالي، قالوا لهم الاثر الاداري ابتداء من 2021. ندير واحد التوضيح في هذا الشيء. اذا اول حاجه نهضروا على بدايه الاثر الاداري، ثم الدرجه الثالثه امتى غتبدا، ثم التاثير ديال هذا الاثر الاداري على التقاعد، ثم يعني الاثر المالي، بدايه الاثر المالي. اذا كما تعلمون ان الافواج اللي يعني متراكمه، هذا التراكم هذا عطانا واحد ثلاثه الافواج مهمين في هذا الشيء ديال خارج السلم. نهضروا على الفوج الاول. مثلا الفوج الاول الاثر الاداري ديالو بناء على هذا يعني المعطى اللي عطت الوزاره او الحكومه للنقابات، الاثر الاداري غيبدا ابتداء من 2021، بمعنى ان الدرجه الثالثه. وعلاش درنا الدرجه الثالثه؟ لان في هذاك يعني الاتفاق ديال 26 جنبير راه فيه ان ديك 1000 درهم اللي تعطات في الدرجه الخامسه نزلت للدرجه الثالثه. داكشي علاش درنا الدرجه الثالثه هنا، يعني انت غتزاد واحد 1000 درهم في الخصه ديالك. إذا الفوج الأول قلنا بداية الأثر الإداري غيكون في 2021، يعني الدرجة الثالثة غتكون عنده في 2027، لأن بين درجة ودرجة ثلاث سنوات. إذا الدرجة جوج غتكون في 2024، الدرجة ثلاثة غتكون في 2027. أما بالنسبة للأثر المالي فهو غيبدا بداية من 2024، هادشي اللي كاين في الإتفاق ديال 26 جوج نبيه. دابا الفوج الثاني، الفوج الثاني غيكون البدايه ديال الاثر الاداري ديالو في 2022، يعني الناس اللي فيهم الشروط ديال يدوزوا لخارج السلم في 2022. الشروط راه معروفه جدا، تكون في الرتبه السابعه في السلم 11 وتكون عندك 5 سنوات في السلم 11. الاثر الاداري غيبدا في 2022، الدرجه الثالثه يعني غتكون عندك في 2028. البدايه ديال الاثر المالي هنا فاش كاين الغموض، واش هذا الفوج الثاني غيكون البدايه الاثر المالي ديالو ابتداء من 2024، لان راه دخل هو في خارج السلم، يعني من 2024 خص حتى هو يبدا يتخلص في خارج السلم. ولا تقول لهم لا راه الاثر المالي غير ديال الفوج الاول اللي كان في 2024 اللي كان في الميزانيه، والاثر المالي ديال الفوج الثاني حتى ل 2025. هنا كان واحد شويه ديال الغموض، ما عرفتش صراحه، ما لقيتش اجابه صريحه. الفوج الثالث دابا، الفوج الثالث يعني البدايه ديالو ديال الاثر الاداري غتكون في 2023، الدرجه الثالثه غتكون عنده في 2029، والاثر المالي غيكون في 2024 او 2026. ولا ممكن انا يدخلوا في 2025، يعني يدخلوا في الماليه، في يعني في قانون الماليه في 2025 واستفدوا ابتداء من 2025، الله اعلم. تما ما لقيتش شي اجابه صريحه. ثم الفوج الرابع هو يعني الفوج الاخير الناتج على ذاك التراكم ديال يعني الحرمان من خارج السلم ديال اصحاب الابتدائي والاعدادي، غتكون الاثر الاداري غيبدا عنده في 2024، ثم كذلك الدرجه الثالثه غتكون عنده في 2030، ثم الاثر المالي غيكون يا اما في 2024 يا اما في 2027 او بينهما 2025 ولا 26. تما ما كاينش فيه الوضوح كما قلت بالنسبه لهاد الافواج الثلاثه، هادو الفوج الثاني والثالث والرابع. علاش درنا هنا التاثير على التقاعد؟ لان كاينين الناس اللي غيخرجوا في التقاعد في 2022 ولا 2023 ولا 2024، حتى هما غيكون عندهم غيكون عليهم واحد التاثير في هذا الاثر الاداري فاش في التقاعد ديالهم. لان الا كان مثلا تقاعد هو في 2023 راه غيتحسب ليه خارج السلم اداريا ابتداء من 2021، يعني غتكون عنده مثلا عامين ديال الاستفاده غتكون عنده، غيكون عندها التاثير في التقاعد ديالو، في داكشي اللي غيجي في التقاعد. لان راه عرفتوا الطريقه ديال حساب التقاعد راه كاينه في فيديوهات كثيره جدا. اذا نتمنى نكون وضحت شويه، الا كنت غلطت في شي حاجه قولوها لي في التعليقات، الا كاينه خاصه شي حاجه ما شرحتهاش مزيان قولها لنا في التعليقات. تحيه لجميع الاساتذه والمزيد من الصمود ان شاء الله. راه الا زدنا غير واحد صمدنا هذه السيمانه والاسبوع الجاي راه ان شاء الله نجيبوا مكاسب
أكثر من هذه المكاسب، وتحية للجميع.